سلام عليكم. يا الله أصبحنا وأصبح الملك لله. يا الله صبحكم الله، مساكم الله بالخير. الله يسلمكم إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كل هذه حسابات وكل هذه فلوس سوادم، ما شاء الله. شو نسوي بعد؟ نجمع جاراتنا ناس ما يدفعون. وعليكم السلام يا هلا حج منصور، هلا وغلا، ويش احوالك؟ زين انت؟ هي حياك حياك حياك، متاخر على الدوام اليوم، وش فيك؟ زحمه ها؟ ايه مره ثانيه لا تتاخر، ويش احوالك؟ ايه زين زين، وش فيك؟ شكلك مبرطم ها؟ مفلس في ويش؟ مفلس. لحقنا اول امس جل معاش كمل. اي عسى بس ما تبي بيزات، ما تبي اجار، ما تبي فلوس. لا لا لا, لا, لا شيء. ما نبغى من عندك شيء، لا تخاف. اي احسن. ما خلص عندك شيء. تمام، ايش فيك انت الحين؟ يلا ركبوا ركبوا ركبوا. بركب انت يا وشني حجك اضم، الناس تقول صباح الخير وانت متاخر. صباح الخير، احنا بالليل. جيب لنا عاد شاي شي. وين؟ وينك يا راعي الشاي؟ الله العظيم يا حجك اضم. جيب لي انا بس. الله العظيم. زين. طيب. يعني مفلس انت؟ ايه. ايه. بس ما تبي سلفه، ما تبي شاي معدي؟ لا لا والله. ايه بيزات ما عندي. وش اسوي؟ إيه؟ لا تطلبون بعد، كلش فلاس فلاس فلاس، يعني ما يجي إيه؟ نص الشهر هذا المعاش كله رايح كله رايح يا حج كاظم. ايه ايه عدل 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 عدل. اقول احسن اقول إيه؟ انت لو مطلع لك كم شغله ايه، وماخذ لك بزنس، مسوي لك بزنس ومطلع لك قريشات، القريشات قريشات افهم، طلع لك بيزات، اهم شيء البيزات، كان انت الحين بخير. لكن انت والله انا ودي حج كاظم، ودي اطلع القريشات على قولتك. ايه لكن يا حج كاظم انت تدري بتشتغل باي فيتار، ما في في غيرك يشتغلون، بتشتغل بتخوم في هاي العمال الاجانب، الصراحه مو مخلين شيء، حتى لو الكهرباء ما يفهمون فيها، الحين صاروا يفهمون يا حج كاظم. فكل مكان الحين يشتغلون، كل مكان، اي داهيه بتروح فيه، اي مكان. عارف انا عارف، لا تاخذوا الارض من حجه، كل مكان بتروح فيه. اي بس الحين يا حج كاظم، الحين انا عندي لك سؤال. اي بس ما تطلب بيزات. إيه؟ انت موضوعك غريب يا حج كاظم. اي عندك سؤال يا انت مفلس، وعندك سؤال يعني ايش تبي تسلفه حج كاظم؟ انا بسال بدون زعل، انت تشتغل في اشياء ممنوعه شيء؟ ترى من نفسك شنو اشياء ممنوعه؟ مو هذا ممنوعة. مو هذا قصدي حج كاظم، حج يعني انت تهرب ربيان شيء حاض. شوف عاد انا احترمتك يا حج احترمتك. لا 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 تغلط علي، قول لي بعد لا تزعل. بس بقول لك لا تزعل وقاعد يقول لي انا اهرب. استريح استريح عمي، استريح استريح استريح. وش هالسالفه هذه استريح استريح عمي. والله العظيم اي تقول لي لا 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 تزعل وقاعد تقول لي انا اهربه. انت وين اوراقك اللي شلتها حج كاظم؟ بسالك يعني انت الحين، انا خب تعرف عندي جهال اثنين، روضة وأقساط وأجار سيارة. إيش؟ إيه عندك جالب. إنزين ما ألحق أخلص، أنت ما أخذ ليك من الواحد فنتين، نسوان فنتين، وحنشل أولاد ومعاش قد معاشي، كيف يكفيك أنت المعاش؟ بدل حسد بدل حسد بدل حسد، أقول لكم حسود حسود. اتفل يا حج كاظم، عنا بعض واحد تبغى ايه بس رجالي. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. قاعد ويحسد ويحسد ويحسد، وش فيك انت؟ انا مو هذا قصدي، انا ابغى اعرف السر. السر يا حج كاظم ويش؟ ما عندي سر ولا شيء، عندي بيت ايه زينه
مال ابوي اتوفى زين اجرته طلعت منه قريشات. انت بس ها قاعد وطالع في هذا وطالع في هذا مالك شغل. انزين يا حج كاظم الحين انت ابوك اتوفى انزين وترك لك بيت ورثه تطلع بيزات اوكي بعد هاي الخير وبركه ان شاء الله بس هاي مو لو عند شبدك هاي العوائل ان يدفعون لك ان شاء الله. اسمعني انا ما اجر على العوائل مو ماجر على العوائل انا لا انا ماجر على 80 راس 80 راس راس ينطح راس ماجر عليهم 80 راس في بيت واحد في بيت وش عاد اجل اجر على عوائل تروح لهذا اعطني اجار ما يعطيك تشك اعطني بيزات قال ما طلع المعاشه شكلك تمزح يا حج كاظم لا ما امزح ها اجر على عوائل مصدقك انت مسكن 80 راس عزاب واجانب عزاب وعمال هذا شكله انت مسكنهم برا الديره لا مو برا الديره في وسط الديره ها في وسط الديره داخل الديره اي 80 راس يا حج كاظم وش هالديره اللي ما فيها رجال وش هالديره اللي ما فيها رجال لا فيها فيها نسوان كل ما البيوت اللي تحتنا ما فيها هذا نسوان هذه بيوت عوائل الجيران اللي قاعدين تحتنا الجيران هذول من زمان ساكنين واحنا قبل ما نتحول من هناك هم قاعدين ما تخاف على الجيران عندك نسوان ما نسوان ما يحفي جيران وجيران جيران اي جيران انت جيران وجيران جيران وجيران والله انت وش سبب الجيران هذول يفرح هذا يسلم عليه ما اعطاك وجه وهذا ما يعطيك وجه وهذا ينافق خشمه حيوان من الجيران جيران انا لله وانا اليه راجعون حجك اعظم إيه؟ الحين انا بسالك انت في دمتك مسكن 80 نفار ما في نسوان تطلع يعني انت في دمتك انت تخيل انت تخيل اياي ها تجي بنص الليل هذا يجي الافندي رابط وزاره ها وشال حمالته مشغل اغاني ويجيك سكران بعد مجيد الهلال احنا هاي نسوان يطوفون ما حد لهم يعني في دمتك حج كاظم انت ترضاها حج كاظم هذه اعراض الناس يا حج كاظم انت ما عندك غيره على اهلك وخواتك لا لا تجيب طاري اهلي وخواتي لا تجيب طاريهم يعني هاي الجيران مو خواتك وياك اولاد لا لا ما ما لي شغل لا الا الله الا مو عاد مني ها الباب ويطلع زين حبيبي يا حج كاظم انت تطلع مو هم انت تطلع ما عنده غيرة على يسمونه ما اسمع حال يجيبوا لي قريشة يعطوني 500 دينار أجار أطلع العمال ما أعطوني ما أطلع العمال عجب ما عجب ما أطلعهم إيه إيه فلوس هذه والله أنا اتضح لي يا حج كاظم عقب هالأيام حبيبي تعرف هاي لو صرق انا هاي في فريقنا والله العظيم ما اخليك اجرجرك من مركز لمركز اشتكي عليك ما اهجرك روح اشتكي والله لا صدق ايه لا خليه بعد والله اللي رضيت رب والله حرام عليك انا بسال الناس الحين شوف انت طالع ها انت تشوف يعني رد الناس شايفه كامل وتشوف ردك انت ايه؟ يا جماعه الخير احد اللي ما يقبل ان سكان ناس عزاب غرب في وسط ديرتكم يسكن يرفع ايده ما حرف ايده ما حرف وغلا والم ويش يعني انتو صاروا وياه انتون ها صاروا وياه اتحقوا لي فزقي
انت الحين على يحاربونك في رزقك، انت تحاربهم في اعراضهم ما قلت شيء. هاي بنات ونسوان خل عنك غير عاد. انشب يلا انشب. حارب الناس في ارزاقهم وقول ايه. يلا ول يلا ول. لكن شوف عاد، اذا ما تجوز عني ترى المدير موجود، افتن عليه واخليه يفنش. كل ترى اعرف افتن عليه، جوز عني احسن لك. يلا لو جاي مالك حجك اظام. خلي وراك حسابات، خلوك حسابات. حسابات يوم القيامه بعد في حسابات. شوف حجك اظام، ما يحتاج تعب روحك، لا تشتكي، انا بفنش. احسن وش انا وش بسوي؟ بفنش وما لي قاعد اياك انا هني. هي اشكال ما تنقعد اياها والله العظيم. حسن ما يشتغل. الو 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 هلا وياك. اسمع ابيك الحين تحط اعلان. حق شنو؟ اعلان ابي 10 محاسبين اقابلهم الحين. 10؟ 10 محاسبين اقابلهم. كم تعطيهم راتب؟ مالك شغل. انت بس جيب لي 10 حط اعلان وانا اشغل الحين. والمحاسب اللي عندك؟ اقول لك مالك شغل واللي ياخذ وياك. اوكي اكو في واحد يلا. اكو واحد جاي صوب سمع الاعلان وجيب باي. يلا اكو الا شغل راوي هنا. يا ريت فلسف علي. ايه يلا قاعد. يلا توفيقك يا الله ويحاسبني ان شاء الله. ان شاء الله اتوفق واشتغل في هالشركه. تعبت وانا ادور شغل، تعبت وش اسوي؟ 4 أو 5 سنين وانا ادرس في جامعه البحرين. يلا يلا حصلت هالشهاده البكالوريوس محاسبه. ما انا محصل شغل. ان شاء الله احصل شغل هنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نعم. انا عندي بيت. بيت في عمان في وسط الديره. عاجبك لو مو عاجبك؟ صل على النبي، صل على النبي. اي عاجبك لو صل على. انا ابغى مدير التوظيف. وين هو؟ انا مدير التوظيف ولا صاحب الشركه ولا صاحب البيت اللي في العمال. اجركم صل على النبي. هدي انا جاي اقدم على الوظيفه اللي اعلنتون عنها محاسب. انت جاي تقدم وظيفه؟ ايه. عندك واسطه؟ واسطه لا، انا شهادتي واسطتي. احد مطرش منك؟ لا لا، انا شفت الاعلان وسيدي جيت. وشنو شهادتك؟ اشوف شهادة. بكالوريوس محاسبة. هذه آخر شهادة. يلا اقعد هنا. اقعد يا صوب. لآخر شيء. تعال قوم. يلا. قوم من النوم. أنا عندي بيت ها؟ في عمان. يلا. امشي البيت. قوم بسك نوم. قوم خلنا نشوف لك شغلة. قوم. وكيف تبي تتزوج اذا انت ما قاعد تشتغل؟ كيف بتتزوج؟ قوم. يعني لازم اللي يتزوج اول شيء يشتغل. ناس قاعده تشتغل ومو محصله لها احد. بس تقعد. قوم نوم. يلا اسمع نروح نشوف لك شغله الحين. لا تفشلني ويا الناس. اذا شغل كف ما بشتغل. عم بشتغل على مكتب في كمبيوتر افتح يوتيوب اطالع. وش شهادتك انت؟ تدري يعني تبي لابتوب وكمبيوتر وانت حتى ابتدائي ما خلصت؟ مش تدري بس خلاص ما بشتغل خلص. عويساب ما تبي تتزوج؟ ابد. مش عجب قدامي لا الحين اعطيك ضربه. تعال وين رايح؟ الصوت مش
تبن. اهلا مويس، حياك الله. هلا مويس، هلا. ويش اخبارك؟ تمام الحمد لله. بعدك عايشة؟ بتقتلني يا مويس، اكيد عايش، بعدك موجود. من زمان ما شفناه. من هو؟ باسم. ما عرفني يا عويس. اللي وياي في الروضة صف البطة. صف الخامس. صار كبير. طلعت لي لحية بعد. ما شاء الله. ايش اخباركم انتم؟ عويسه؟ لابس فوق بعد. لازم له. ما تلبس فوق يعني. خطب. لا لا لا. ان شاء الله انت ادعي لي بس ان شاء الله. لا ما ان شاء الله ادعي لي. عجل لابس ثوب ومكويه. شايفه بعد انا جاي اقدم على الوظيفه. لازم اكشخه حق ان شاء الله على وعسى ياخذوني. انا بسالكم كملتون دراستكم انتم؟ احنا قزرناها في اللعب ايه والهياته والبحورات يا عبد العليس هذا السنه دي. شغالين حتى اسمع السالفه. واش عويسه اشتغلوا وياه اسبوع انزين وطرده. توقع لويش؟ لا ويش، قل لي لويش. انا بقول لك السبب. انت قولي صيح ليه حقي طردني. اي قول اسمع. مشينا البحر. اي كان طلع القنقور من البحر. ايه اللي في سمك جديد. ايه حوض فاضي بيموتون. انزين بطلت على القنقور حطيته في الماء. ترجع قال يلا بيتكم. توقف صراحة من حق يطرد؟ لا إيه يا الله. إنزين سمعوا أنتم لو واصلتون دراستكم كان صرتون نفسي. تخرجتم من الجامعة عندكم شهادة بكالوريوس. أوه عند حوطة. حوطة عنده بكالوريوس يقول عنده. وش هذه؟ هذه شهادة. وش فائدة الشهادة يعني؟ وش فائدتها؟ كيف وش فائدتها؟ إيه وش فائدتها؟ العلم نور والشهادة سلاح. تعال يا جماعة. لا الشهادة سلاح. لا سلاح مو صدقي. هذا تشبيه يعني المعنى ان الشهاده نفس السلاح كذي يعني. من ايام الروضه هذا انتم. اشوف بعد شوف الشهاده العلم نور والشهاده سلاح. زين الله يخليك. زين النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله النبي اذا ذكر النبي وش تقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذا اللي يقول كذي إليه ثواب؟ أكيد. شايف بعد ما له واجب؟ عدل بعد شوي. زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي وش قال صلى الله عليه وآله؟ اطلبوا العلم ولو في الصين. في الصين؟ إيه. البحرين ما في. لا انت افهم الحديث مو جيد. ياخر انتون اشوف مسخين انتون. لحظة انتون ايش قاعدين تسوون هني؟ اكو ها ايش عندكم انتون؟ ايش جاي هني؟ جايين ندور شغل حق عويس. ندور شغل حق عويس. تدورون شغل؟ ايه ها انا عندي بيت وسط الديرة وفي عمال عرفتون؟ ايه جايين تدورون شغل. ايه قعدوا هناك. ها؟ قعدوا هناك. انا اللي بالطوب. ايه. بس كله غرفه ضرب. وين مخك انت؟ خلينا نعرف السالفه. اصبر. سلام عليكم. نعم. ايه جايين ندور شغل، نبي شغل حق عويس. شغل؟ ايه حاطين اعلان. حاطين اعلان. تبون شنو شهاداتكم؟ ها؟ مخلص ابتدائي. قال انك تحنا زين. في اي صف؟ ها في اي صف؟ اول خامس اول. لا خامس اول. خامس اول. تعال ابويكم تعال. انتم الحين ما كملتوا دراستكم
وجايين هنا يتقدمون على وظيفه. انتم تدرون وش يبغون هم وظيفتهم وش يبغون؟ هم يبغون محاسب. انا والله محاسب حقي. بس واحسب في واحد حاسب لكل شيء نسي اسمه. وش فيكم؟ وش فيكم؟ ويا اخي اياكم انتون يعني ما تجوزون؟ ايش فيكم انتم قاعد تصارخون؟ قاعد في سوق خضره؟ ولا في سوق ستره؟ وش قال؟ وش قال؟ قالت وشمخت. قالت ستره. ايه قالت ستره. وش فيكم انتم؟ اني ذاهب الى القتال يا بني. وسختونا ترى. واجب وسختونا. عويس؟ نعم. اهل تساعدني على القتال؟ نعم. صلى على النبي. صلى على النبي. تعال تعال وين؟ وش قلت؟ لا الدوري اتركني. ما تدري اني انا في احتمال قريب كلش اني باخذ واحده من سترة. اسكت زينب. انتم جايين هنا حق ويش؟ حق الوظيفه. نشتغل. انتم تبغون تشتغلون ولا ايه؟ من هو اللي بيشغلكم؟ منو هذا بيشغلكم؟ هذا مدير التوظيف. هذا اللي بيشغلكم. هذا مدير التوظيف. وش صدقه مدير التوظيف. رجعوها يلا صبروا. السلام عليكم. بعلو والكمبون طلعوا برا. لا بقول لك شيء. طالع كاميرا الخفية. احنا سوينا كاميرا خفية. مين انتم؟ اي كاميرا خفية. ما اشوف انا. طلعوا برا. جايين من شخصية مهمة. شخصية مهمة؟ ومنو هذا؟ منو هذا؟ احنا جايين من طرف مجيد. ومنو هذا مجيد اللي بعد ما غسل وجهه؟ ها؟ احنا جايين من طرف مجيد الحاق. عرفتوني؟ الحاق. الحلال؟ ايه. ما لحظة. مجيد ال متأكد مجيد جديد الحلال؟ إيه الحلال؟ إيه. سامحوني مجيد. مجيد الحلال؟ سامحوني. أمره. سامحوني أنا مديت إيدي عليكم. سامحوني أول شيء. لا لا لا. إحنا نبي وظيفة حق عويس. حاضر. تبي وظيفة؟ حيا. روح. تعال. 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 تعال
قوم وقف قوم. قوم قوم خلي لا اقعد. خلي يجي حجي حجي تعال اقعد مكانك. قوم وقف تعرف من نام. اقعد. يا الله. شكله مجيد الحلال يخوف. قوم. انا حرفيا اغسل مواعين في المطبخ. لا تفشلنا. حجي حجي تعال. كل شيء. انت مو خل. كل شيء صراحة. كل شيء لولد الحلال ما اقدر اقول شيء. اهل الشارع. اسمعني اسمعني. مو انتون حاطين في الاعلان تبون محاسب؟ ايه. وهذا حصلتون الرجل المناسب في المكان المحاسب. بس انت وش تبي تتوظف؟ قولي انت تآمر. آمر وش تبي تتوظف؟ صب شاي. زين. محاسب. خلاص. محاسب. الرجل المناسب في المكان المحاسب. محاسب. محاسب اشغله محاسب وخليك تروح البيوت وتجمع البيزات تجمع الخريدات القريشات. بس عندي شغله مهمه. وش هي؟ قول. في واحد هنا قاعد يبي يشتغل. ايه اذا صرفتونه ومشيتونه شغلنا. صح؟ هذه بسيطه. هذه بسيطه. عويس. نعم. قبل راوني شغلك. لا برضه لا مو كل شيء ضار. ها بالحيله والفتيله طلع. يلا يلا عافيه عافيه. السلام. هلا عويس. عليكم السلام. بالحيله والفتيله. وش هست؟ طلعه شغل مخك. طلعه. تعال وش فيك؟ عندي لك خبر زين. إيه؟ وخبر مو زين. تبي تسمع ايه اول؟ اكيد الزين اول. بشرنا. الحمد لله تم قبولي في الشركه. اي شركه؟ هذا يشغلونك ويش؟ محاسب. والخبر اللي مو زين. ايه شفت الباب؟ ايه شفته. مو انت. شفت الباب؟ روح تيسر اشتغل حفريات. ايه الله وياك. سائق. يلا الحين يعني اشتغل اخوك هذا عويس محاسب شغله. ايه حرام عليكم. وعليكم الحرام ورحمه الله. والله حرام والله حرام والله حرام. احنا اللي عندنا الشهايد والمؤهلات ما نتوظف. ايه وهذول اللي ما عندهم يتوظفوا. ها هذه الدنيا هذا اخر زمن. مو عاجبنه؟ اكيد مو عاجبنه. 13 طوفة. ايه وقع راسك فيهم والباب اللي بوجهك. يلا. لا. ايه ايش اشتغل بعد؟ حفريات. ايه مخلص. لا بس حفريات اول شيء مال حفريات وسائق. بس ترى الحفريات وسائق واي شغله مو عيب. مو عيب. تدرون ايش العيب؟ ايش العيب؟ الجاهل هو العيب. لو سمحت الجاهل. لو سمحت اشر على التفاهم. هذا الجاهل مو عيب. تدري معهم ايش العيب؟ العيب انك تستبعد الكفاءات. هالكفايات هذه تحصلها في الخمايم هنا. نخلهم بدل هال ايش اقول؟ يلا على الله على الله. يلا. وين اسم شركة كفاءات؟ انا اقول كفاءات. اقول تعال 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 تعال. وهذا طلعنا امر بعد الدلل الدلل. تعرف كم راتب مالك؟ ها؟ تعرف الراتب مالك كم؟ كم؟ 550 بعطيك. 550 فلس والله. أربع ربيات خبز وربية ونص جبن وضل. وش تقول؟ أنا جايب لي القرحنتين. كيف؟ لو سمحت أستاذ أربع كم؟ 550 فلس. 550 دينار. 550 دينار. عويس عويس وانا مصدق. لا وبعد بعد بزيدك. هذا 550 اغمى عليه. 550 اغمى عليه. 500 دينار. لا وعليها بعد تليفون. بعد وياها تليفون. وياها تليفون. التليفون اللي ايه انا
من 550 إلي. بس ها تروح لبيوت اللي مأجرين وتجمع البيزات. حاضر حاضر. زينة؟ ايه؟ جمعهم مثل ما كنت جمعهم. رحم الله والديك ما قصرت. الله يسلم. يلا يلا خلف. وسلموا على الحلال ها؟ على مجيد الحلال؟ إيه سلموا عليه. وش نقول له؟ قول له سلم عليك الحلال. أوكي خلاص. تعال تعال. ما شاء الله قوم ياك حج كاظم اخيرا حصل لنا يعرف يجمع يجمع يلا يلا انا اروح البيت شوي اريح زين واشيل قشي يلا يلا اي عطني عطني قشي وراقي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عافية 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 الله يعرفك بالفانية ما عليه ما شاء الله ما شاء الله أنا ويش شت الماء علي ما رح السلام عليكم. عليكم السلام. ها جاي تضربون تتهاوشون. صل على النبي صل على النبي يا حج كاظم. يوم ذيك المرة على اشتغلناها تهاوش يومنا. صل على النبي احنا اولاد اليوم ولا فاطمة. يعني؟ ايه. اه مو مشكلة حياك حياك. حولك. الحمد لله. حياك. حياك. حولك. ما شاء الله. قلت انا يمكن جاي تهاوش لان ما شغلناه ذيك اليوم. لا لا لا. يا حج كاظم يا هلا احنا جايين نخطب بنتك لها الشاب المؤمن اليتيم هاي الساعة المباركة الساعة المباركة تخطب بنتي ها؟ ايه ايه تشتغل ولا ما تشتغل؟ الحمد لله اشتغل ايه طبعا بسأل اسئلة تفضل ولازم تفضل هالولد عندك اسأله تشتغل ايه؟ اشتغل الحمد لله الحمد لله كم عاشك؟ 500 دينار ايه 500 دينار 500 دينار زين و لا تبغصني لا طيب عايش طبعا عايش انت في بيت ايه في بيت البيت ملكك ولا مشترك لا الله يا عمي مثل ما قال لا تقول عمي تو الناس ها في عمي ما عطيتك بنتي وتقول لي يا عمي ان شاء الله ان شاء الله يا حج كاظم مثل ما قال لك حج منصور أنا رجال يتيم وساكن في بيت وياي أخواني وخواتي الصغار. إيه يعني الحين لو عطيتك بنتي بتطلعهم بتشيل خواتك وإخوانك. لا يا حج كاظم ما يصير. ها. إلين عطيت بنتك إن شاء الله وصار نصيب والله فرجها عليهم ياخذ لها بيت. يعني أقط بنتك كذي أقطها ها؟ أغرب البنتي ليش تغرب البنتك وأخوانه وين يروحون ما حد لهم غيره كيف بعد يعطيها غرفة وباقي البيت عود ها أجي على عمالي طلع منها قريشات سلام عليكم عليكم السلام أم ويس هلا 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 وش أحوالك هلا حجك هلا 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 وش أحوالك ما وصلك حياك حياك وين عويس ما هو وياك وليه قل نعم 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 تعال يا هلا تعال تعال يا هلا وش فيك تعال هلا 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 وش احوالك ساعة
سلم علي. سلم يا هلا شخا. هلا شيخ ما شاء الله. صار ما حد عم البيبي ما عليه. حياك 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 حياكم حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احفظ الله اجركم ان شاء الله. تعال تعال وين رايح؟ تعال يلا تعال قعد تعال قعد. حياك حياك استريح استريح. السلام عليكم، شو اخبارك يا حج كاظم؟ الله يسلمكم ان شاء الله، وش احوالكم؟ الحمد لله رب العالمين. زينين؟ الحمد لله. ها جمعت الاجار؟ ها؟ جمعتي ها؟ وش اخبار الشغل الحين؟ كل يوم في نوم. ها؟ مسكين من التعب، يجي كل نايم، مسكين ضايق. إيه إيه. تعبان تعبان. إيه. زين 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 زين، اهم شيء. حج كاظم احنا جايين لك في موضوع. ايه قول في موضوع قول. جايين نطلب مكية. ايش تبون بمكية؟ اي طالعة مين في البيت بعد؟ ايش تبون بها؟ نبيها نبي عروس عروس حق عويس. مكية. تبون مكية ها؟ مكية اللي تشتغل وراتبها 700 دينار وعندها برادو اسود رنجات داخل الجلد. و اذا اخذنا بياخذ لها برادو بياخذ لها برادو. ايه حسبالي حسبالي جبتها كامل فصلتها بعد ما بقى شيء بعد سكت ايه ها اقول ايه راتبك كم انت؟ ها راتبك كم؟ تعرف راتبك كم؟ انت مشغلني. ايه ابي اسمع راتبك كم؟ كم راتب؟ 550 دينار. ايه وفوقها تلفون. ايه سمعني ما اسمع ما اسمع. 550 دينار وفوقها تليفون. بعد ما اسمع. ما اسمع. قلنا خلاص قلنا. 550 دينار. كم راتب؟ 500 دينار. 550 ها؟ ايه. وفوقها تليفون. وفوقها تليفون. ايه. ايه عندك بيت لو ما عندك؟ ايه بناحية البيت اسكت لا تتكلم ناحية البيت. ايه. عندنا سوينا له بيت كبير قسمناه قسمين. متى؟ تمام تمام. قسم حقه هو هي مكية. ايه والقسم الثاني حق تاجر العمال. عليك نور. ايه شفت شلون؟ ايه ايه بيت مشترك قلت لي. ها ايه بيت مشترك. بيت مشترك ويا اخوانك ويا اخواتك. ايه عندك طبعا بيت له. ايه 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 زين زين. شوفوا مؤمن طبعا تصلون له. صلي انت لو ما صلي صلي الصوم وما صلي الصوم. متى؟ ها؟ متى؟ يصلي صلي له. الأول يوم الصغير أصلي أيام الامتحانات وجاء المريض أصلي. يوم الصغير. يصوم بعد يصوم. يصوم. ما أفرق عاد الصيام لا. لا. يصوم ويصلي كل شيء كل شيء. كل أمشي كل أمشي. وأمين. وأمين على بيزات. الحمد لله. يعني بيزات اللي جمعتها وديتها البنك لو ما وديتها البنك؟ ها؟ البيزات مع الأجار وديتها البنك لو لا؟ بنك وين؟ اي وداها وداها وداها. اي زين زين. لا بالبركة بالبركة إن شاء الله. تفاصيل إن شاء الله في المكتب في الشركة إن شاء الله نتكلم عن التفاصيل. يعني نقرأ الفاتحة نقرأ صوت البقرة. نعم. يا حاج كاظم يسألون الشخص اللي بيتقدم لبنتك عن صلاته وصيامه وأخلاقه والتزامه مو عن بيزاته. وإذا ما تندمت على هذا تعال قابلني. وانت وش يخصك انت؟ مو عاجبك اطلع برا. بعد ايه قوم اطلع برا يلا خلاص. النبي صلى الله عليه وآله وش قال؟ قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مو بيزاته قال مو كل شيء بيزات. انتوا وين قاعد تعلموني عن دينية؟ يلا 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 طلعوا بنطلع احنا. اطلع امان الله والله. فقاره وقاعدين يتحجون فقاره واحنا بيزات وبيزات. ترى الفقر مو عيب. تدري ايش العيب؟ الجهل هو العيب. لو سمحت لو سمحت اشر على هذا لا تشر علي. اي والله زين زين زين. منو هذا ابو جهل؟ ابو جهل 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 إيه؟ الغبي انت الغبي. المهم عافية. خلاص خلاص توكل على الله. اهم شيء افضل الصلاه عافية عافية لك يا رسول الله صلى على محمد. باكلهم على البركه على البركه على البركه. اريد
صلى على محمد وآل محمد.